هنلاقي ان مقاومه الجسم للدوران حوالين محور معين بتكون ليها المينيمم فاليو عند السنترويد، يبقى قيمه المومنت اوف انيرشيا بتبقى اقل قيمه ليها او مينيمم فاليو عند السنترويد بتاع الجسم بتاعي. طيب السنترويد ليه طريقتين بنتعامل بيها في حساب. اول طريقه طريقه الانتجريشن، وهي بتساوي ايه؟ y squared dA لو انا بجيب ix، لو انا بجيب iy هي x squared dA. في حاله الانتجريشن لو انا بجيب مومنت اوف انيرشيا حوالين محور x، يفضل ان تكون الشريحه بارلل لمحور x عشان تكون محقق الديفينيشن ده. تاني، لو انت بتجيب مومنت اوف انيرشيا ix يبقى الشريحه بتاعته بارلل لمحور x، لو انت بتجيب مومنت اوف انيرشيا iy يبقى الشريحه بتاعته بارلل لمحور y، تمام، عشان تكون بتحقق الديفينيشن ده. لو عملت شريحه عموديه على المحور يبقى الديفينيشن ده مش هيبقى نوت valid، يبقى ديفينيشن تاني. يبقى عشان الديفينيشن ده يكون صحيح لازم تكون الشريحه بارل للمحور اللي انت بتجيب حواليه المومنت اوف انيرشيا. دي في حاله الانتجريشن. طيب في قاعده اسمها البارل اكسس ثيوري. ايه البارل اكسس ثيوري؟ دي قاعده بتقول لك ان انت تقدر تحسب المومنت اوف انيرشيا حوالين محور تاني بدلاله محور الاولاني، بس بشرط يكون المحور الاولاني ده يكون مومنت اوف انيرشيا عند مين؟ عند السنترويد. طب ليه يا باشمهندس؟ عشان انت دايما تكون متاكد ان المومنت اوف انيرشيا عند السنترويد هو المينيمم فاليو. يبقى تاني، المومنت اوف انيرشيا عند السنترويد هو المينيمم فاليو، فاكون متاكد ان انا هجمع ايه بقى؟ الاريا في المسافه العموديه ما بين المحورين تربيع. يعني ايه الكلام ده؟ لو افترضنا ان ده كده المومنت اوف انيرشيا عند السنترويد وده المومنت اوف انيرشيا عند محور تاني، فانت عايز تجيب المومنت اوف انيرشيا هنا وانت عارف المومنت اوف انيرشيا عند السنترويد. فمعرفتك للمومنت اوف انيرشيا عند السنترويد انت متاكد ان القيمه هنا ايه؟ اقل قيمه، فلازم ايه؟ تجمع عليها عشان تعرف المومنت اوف انيرشيا عند المحور ده. طيب الاريا بتاعت الشكل معاك، طيب والمسافه العموديه؟ هي المسافه العموديه اللي ما بين المحورين. طب هنفترض جدلا ان ده مومنت اوف انيرشيا مش عند السنترويد وده محور السنترويد بقى اللي في النص ده، وعايز انتقل من المحور ده للمحور ده، هل ينفع انتقل من محور مش عند السنترويد لمحور تاني مش عند السنترويد؟ لا ما ينفعش، لازم تعدي على السنترويد. يبقى عشان اعرف اجيب المومنت اوف انيرشيا هجيب المومنت اوف انيرشيا عند المحور ده واروح رايح للسنترويد، يبقى اعمل ايه؟ هطرح عشان اجيب المينيمم فاليو، وبعدين اطلع من المومنت اوف انيرشيا عند السنترويد واطلع ايه؟ للمحور ده، تمام؟ يبقى هي دي قاعده البارل اكسس ثيوري. الطريقه الثانيه هي كومبوزيت بارتس. لازم تعرف القوانين بتاعت المومنت اوف انيرشيا للاشكال بتاعت الريكتانجل والتريانجل والسيركل والسيمي سيركل والكوارتر سيركل. الاليبس مش عليك، بس انت عليك ايه؟ القوانين اللي انا قلت لك عليها دي. طيب اول مساله معايا عايزين نحسب الاي اكس. هنا بقى هاخد شريحة أفقية ولا شريحة رأسية يا باشمهندسين؟ أفقية. أفقية. هيكون بقى تعريفها إيه بقى؟ تعريف الـ dA هيبقى تعريفه إيه؟ الـ dA هنا هيساوي إيه؟ هتلاقي إن الـ dA
دي اي بيساوي ها المسافة دي بتساوي ايه؟ واحد ماينس اكس، المسافة دي اسمها اكس والمسافة اللي تحت دي كلها واحد، فتبقى مسافة الشريحة بتساوي ايه؟ 1 ماينس اكس ايه؟ دي واي باي. يبقى ده كده ايه؟ الدي واي الدي ايه بتاعتنا اللي احنا عايزين نحسبها. طيب يبقى الاي اكس هيساوي ايه؟ واي سكويرد دي اي. الاي اكس واي المفروض دي واحد، دي غلطه، دي كده واحد واحد مش اتنين، فتبقى واي سكويرد دي اي، وهتشيل كل اكس وتحط مكانها ايه؟ واحد ماينس سوري، وهتشيل كل اكس وتحط مكانها ايه؟ واي باور ايه؟ 3 اوفر 2، عشان تبقى الدلاله بتاعتها كلها فانكشن اوف ايه؟ اوف دي واي. هتعمل الانتجريشن بتاعك وتحسبه وتطلع قيمه الدي واي الاي اكس بتاعتك. المساله اللي بعديها هنا عايز ايه بقى؟ عايز المومنت اوف انيرشيا اي واي. هناخد شريحه افقيه ولا راسيه؟ راسيه. راسيه، فتبقى دي اي بتساوي ايه بقى؟ ها حد يقول لي. واحد ماينس واي دي اكس، يبقى دي كده دي اي، بالتالي اهي دي اي واحد ماينس واي دي اكس، واضرب ايه الاي واي بيساوي اكس سكويرد دي اي، ادي الاكس سكويرد، هنشيل الواي ونحط مكانها ايه؟ دلاله الايكويشن، فتبقى الواي بتساوي ايه؟ اكس باور 2 اوفر 3، وتعمل الانتجريشن بتاعك من 0 ل 1 وتطلع قيمه الايه؟ اي واي. هنا بقى قال لك عايز ايه؟ الاي زد او اباوت او. مين بقى الاي زد ده؟ الاي زد ده هو الاي اكس زد الاي واي، فبالتالي هتحسب الاي اكس عن طريق انك تاخد شريحة ايه؟ افقية، والاي واي عن طريق انك تاخد شريحة ايه؟ رأسية، وتجمعهم على بعض، فتلاقي عندك هنا ادي الشريحة الرأسية عشان تحسب الاي واي، وادي الشريحة الافقية عشان تحسب مين؟ الاي اكس، وتحسب كلا على حدة، ادي الاي اكس دي ايه هتساوي واحد ماينس اكس دي واي، وادي الاي واي هتساوي واي دي اكس، وتطلع القيمتين، وبالتالي هيبقى الاي او او الاي زد هو بيساوي الاي اكس زائد الاي واي، مجموع الاثنين دول مع بعض. عايزين نحسب الاي اكس والاي واي الاشكال دي يا باشمهندسين، هسيبكم دقيقتين تفكروا فيها.
هقسم الشكل ده لكام شكل يا باشمهندسين؟ 3 3 الاي اكس هجيب المومنت اوف انيرشيا عند ايه؟ عند المثلث، فيطلع ان المثلث ده على طرف محور اكس، فالمومنت اوف انيرشيا بتاع المثلث عند الطرف بيساوي ايه؟ 1/6 اهي الاريا بتاعت المثلث في الضلع العمودي تربيع. مين الضلع العمودي في المثلث؟ مين؟ 200 بالظبط كده. نفس الكلام في المستطيل، هيساوي ايه المستطيل؟ الاي اكس بتاعته 1/3 الاريا بتاعت المستطيل الضلع العمودي تربيع. برضو مين الضلع العمودي؟ 200 برضو. 200 برافو تمام. نيجي بقى عند الدايرة. الدايرة بقى هتساوي ايه؟ انا معرفش مومنت اوف انيرشيا غير عند المحور ده اللي هو ايه؟ 1/4 الاريا في الار تربيع. 1/4 الاريا في الار تربيع. طب هل المحور ده بيمر بالسنترويد بتاع الدايرة؟ يبقى انا اقدر كده اطبق ايه؟ البارالل اكسس ثيرم. يبقى اقدر اتنقل من المحور ده لمحور اكس اللي انا عايزه. يبقى 1/4 الاريا في الار تربيع زائد الاريا في المية تربيع. تعال نبص كده، ادي الاي اكس 1/6 الاريا في الضلع العمودي تربيع، 1/3 الاريا في الضلع العمودي تربيع اللي هو ال 200. الاربعة بقى عشان هو بارت 3 ده مطروح فحطينا اشارة نيجاتيف، باي على الاربعة ار باور 4 ده الاريا في الار تربيع ناقص المسافة اللي هي 100 سكوير في الاريا باي ار سكوير، ده كده الاي اكس. يبقى احنا كده حسبنا كل ده كده الاي اكس. نيجي بقى عند الاي واي. الاي واي احسبه ازاي؟ هلاقي نفسي المثلث ده مش ملتصق بمحور واي، فاروح جايب عند ايه؟ عند السنترويد. يبقى 1/18 الاريا في الضلع العمودي تربيع، وانتقل من السنترويد للمحور اللي انا عايزه. يبقى الاريا في المسافه تربيع، المسافه تربيع دي كام بقى؟ المسافه ما بين المحورين دي قد ايه؟ اتنين على تلاتة في التلتمية. كم؟ اتنين على تلاتة في التلتمية بالظبط، 200 تربيع في الاريا. يبقى كده جبت الاي واي بتاعت المثلث. بنفس الطريقة هجيب المومنت اوف انيرشيا عند ايه؟ عند السنترويد بتاع المستطيل، 1/12 الاريا في الضلع العمودي تربيع. الضلع العمودي تربيع هنا بالنسبة للمستطيل هو كام يا باشمهندسين؟ تمام. طيب وبعدين انتقل بقى، انا عايز انتقل من المحور ده للمحور ده، المسافة العمودية دي كام؟ 450 تربيع في الاريا بتاعت المستطيل بالظبط. بنفس الطريقة هتعمل كده فين؟ في الدايرة. هتلاقي ادي مستطيل وادي المثلث، بس المثلث انا اختصرتها على طول بتساوي نص، وادي المستطيل وادي الدايرة، وجبنا الاي اكس وجبنا الاي واي. باشمهندس سؤال. اتفضلي.
هو في المستطيل هو مش موجود على الأكسس، فليه اديت له واحد على ثلاثة؟ بالنسبة لـ IX ولا IY؟ بالنسبة لـ IX. الـ IX المستطيل على على ملتصق بمحور X أكسس اهو، طيب هو واحد على الثلاثة، مش مفروض يكون على الصفر؟ يكون فين؟ يكون على الصفر، يعني يكون لازق زي المثلث ملازق كده في في السنتر، في المركز ولا على الصفر؟ عشان سمعتها صفر. ايوه اللي هو السنتر، يعني المفروض يكون في السنتر عشان استخدم واحد على ثلاثة. لا، واحد على واحد على الثلاثة دي عند الحرف، واحد على الاثناشر دي في السنتر. تعالي بص كده راجع القوانين اهي، واحد على الثلاثة دي فين؟ عند الـ IX ده اللي هنا، واحد على الاثناشر دي فين؟ عند الـ IX داش اللي هي عند السنترويد. تمام اوكي فهمت. المسألة اللي بعديها فكروا فيها. Thank you.
هنا هتلاقي عندك ايه بقى؟ موضوع سهل جدا، ممكن تقسمه ثلاث مربعات ومثلث، ممكن تقسمه مستطيل كبير ومربع ومثلث، بس الافضل تقسمه ثلاث مربعات ومثلث. ليه؟ عشان هتقول واحد، هتقول الثلاث مربعات دول الاي اكس بتاعتهم ايه؟ واحد على الثلاثة الاريا في الضلع العمودي تربيع، مش هتتغير، واضربها في ثلاثة. والمثلث هنا واحد على الستة الاريا في الضلع العمودي تربيع، وهتلاقي ان الاي اكس هي هي الاي واي، مش هتتغير لو انت استخدمت الطريقة اللي انا قلت لك ثلاث مربعات ومثلث. هتلاقيهم هما ايه؟ نفس الفاليو. اخر مسألة، دي مسألة فيها فكرة، فكروا فيها شوية.
المسألة دي بقى هو عايز ايه؟ عايز المومنت اوف انيرشيا الاي واي. تمام؟ طب الاي واي بالنسبة للأشكال دي هيتقسم لكم شكل؟ مثلث يمين ومثلث شمال وريكتانجل كبير مطروح منه ريكتانجل ايه؟ صغير. المثلث اليمين ده ملتصق بمحور واي؟ اه. يبقى 1/6 الاريا في الايه؟ الضلع العمودي تربيع اللي هو ده اللي هو 150. المثلث الشمال نفس الكلام 1/6 الاريا في الضلع العمودي تربيع اللي هو ده. طب الريكتانجل الكبير بيمر بالايه؟ بيمر محور واي بيمر بالسنترويد بتاعه يبقى 1/12 الاريا في الضلع العمودي تربيع اللي هو ايه؟ ده ولا ده؟ لا طبعا ده اللي هو كام؟ 300. طيب والريكتانجل الصغير برضو بنمر بالسنترويد بتاعه يبقى 1/12 الاريا في الضلع العمودي تربيع اللي هو كام؟ 200. تعالى نبص كده. ادي الاي واي، سيبك انت من الاي اكس دلوقتي. 1/6 مثلث الاولاني، 1/6 مثلث الثاني، 1/12 ريكتانجل الكبير، 1/12 ريكتانجل ايه؟ صغير. ده المفروض كنا نحط جنبه اشاره نيجاتيف عشان ايه؟ مطروح. طيب وتجمع وتجيب الاي واي. طيب عايزين ايه تاني؟ المساله الثانيه قال ايه بقى؟ قال لك لوكيت السنترويد واي داش. يبقى انت كده دي مساله سنترويد عاديه، عايزك تحسب السنترويد واي داش اللي هو ده. طيب وبعدين بعد ما اجيب السنترويد هات لي الاي اكس داش. الاي اكس داش يعني المومنت اوف انيرشيا بتاع الشكل ده كله عند السنترويد. هنعمل ايه؟ هنجيب السنترويد بتاع الشكل ده كومبوزيت بارتس اهو. المثلث السنترويد بتاعه فين؟ المثلث الاولاني والمثلث الثاني والريكتانجل الاولاني والريكتانجل الثاني. بمعنى ايه؟ تعال نبص كده. المثلث الاولاني السنترويد بتاعه بالنسبه للواي هيقع فين؟ هيقع المسافه دي تلت ايه؟ ال 240. تلت ال 240 ايه؟ يعني 60. طب 60 زائد 450 يبقى كام؟ خمسمية وتلاتين. تمام؟ يبقى ده كده ايه؟ السنترويد بتاعي. طيب سوري دي 80 مش 60. وبعدين هنا دي بقى نفس الكلام، المثلث الثاني 80 زائد 450 اديني 530. طب السنترويد بتاع الريكتانجل الكبير 450 على 2 اللي هي كام؟ 225. طب السنترويد بتاع الريكتانجل الصغير هو اصلا طوله كام؟ طوله 350. يبقى 350 على 2 زائد 50، فتلاقي ان انت بقى عندك السنترويدز اهي بتاعه الاشكال ومعاك الاريات، وطبعا هنطرحها وتجيب الواي في الاي وتجيب السنترويد الواي داش بتاعك اهو. بقى معانا الواي داش. الخطوه اللي بعد كده بقى تعمل ايه؟ تحسب الاي اكس. تحسب الاي اكس. الريكتانجل الكبير ده ملتصق بمحور اكس، فبالتالي هياخد 1/3 الاريا في الضلع العمودي تربيع. طب الريكتانجل الصغير ده مش ملتصق، فنجيبه عند ايه؟ نجيبه عند السنترويد هنا اهو، يبقى 1/12 الاريا في الضلع العمودي تربيع، بعدين زائد المسافه العموديه ما بين المحورين اللي هي كام بقى دي؟ كام المسافه دي؟ هتلاقي ايه؟ 250 قصدي 350 على 2 زائد 50 في الاريا بتاعت الريكتانجل الصغير دي مطروحه طبعا. بعدين السنترويد بتاع المثلث هنا اهو، يبقى فين؟ 1/18 الاريا في الضلع العمودي تربيع. طب المسافه دي قد ايه؟ 450 زائد 80 وتضربها في 2 اهي،
هتتكرر. ادي المثلث الاولاني وادي المثلث الثاني وادي الريكتانجل الكبير وادي الريكتانجل الصغير. طبعا ده مطروح كده. جبنا الاي اكس ده كده. الاي اكس فين؟ عند المحور اكس هنا اهو. طيب عايز اروح بقى من محور اكس الاكس بار. ده محور ايه؟ السنترويد. يبقى اكيد المومنت اوف انرشيا هنا ايه؟ مينيمم. فبالتالي لما اجي احسب لو تفتكروا الجمله يبقى الاي اكس بار هيساوي الاي اكس ماينس الواي سكويرد بار في الاريا. ليه ماينس؟ عشان انا رايح للمينيمم. احنا قلنا المومنت اوف انرشيا عند السنترويد بيكون المينيمم. خد معلومه ثانيه مهمه جدا، مفيش مومنت اوف انرشيا بالنيجاتيف. مستحيل مومنت اوف انرشيا يطلع بالنيجاتيف. تمام كده يا باشمهندسين؟ في اي سؤال؟ باشمهندس هو الاسئله دي من ستيوارت ولا منين؟ من هبل.